اللي بتاخده ده يا عم رضا؟ ابدا دي اسبرين يا ابني عشان تسكن الالم حبتين. شوف يا بركات، انا عاوز اقول لك على حاجه، ثق في ربنا يا ابني وانت ان شاء الله هترجع لاهلك سالم غانم. مش لما اعرف انا مين الاول. اسمع كلام عمك رضا وانت تكسب. على راي المثل، اكبر منك بيوم بيبقى ايه؟ عيد ميلاده قبل عيد ميلاده. بيعرف عنك بسنه تغف. قوم يا قوم قوم صلي الباب، قوم صلي الفجر. يلا والنبي عم رضا، شوف لي لباس اصغر من ده، لباسك الكبير تايه فيه اكتر ما انا تايه. بعد الفجر. شوف يا بركات يا ابني، مش عاوزك من هنا ورايح تتكشف مني ابدا. نفسك في حاجه اطلبها، هتلاقيها مجابه على طول. اطلب ايه يا عم رضا؟ انا عايز لباس على قدي، لباسك كبير قوي انا تايه فيه. انا اقصد يا انا اقصد ان انا اعمل الحبتين دول معاك. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان اني انا عاوزك تبقى خشن حبتين، يعني عاوز الحركات اللي بعملها معاك دي تخليك واد جدر. يعني انا مش هبقى بجدر غير لما يجي لي تسلخات. حلوه يخرب بيتك. ايه انا ايه الحاجه؟ بص يا واد، انا عاوز اقول لك على حاجه يا بركات، ان انت لو مؤاخذه في الكلمه، ينفع يعني ان انت تبقى في الصيف ماشي كده عليك عبايه وعليك تلفيحه صوف وعلى حاجات من دي؟ لا. طيب ينفع لمؤاخذه في الكلمه ان انت تبقى في الشتاء برضه ماشي بلبوس كده عريان مرفرف؟ برضه لا. اه انا بعمل معاك عشان كده، عشان تبقى يا واد زينا، تبقى في وسطينا وتبقى منينا. حلوه دي؟ يعني انتوا كلكم عندكم تسلخات؟ اضرب بالشيطانة. انا بضربك كده ليه بقى؟ عشان الحته دي تنشف تنشف، تقدر تشيل عليها حاجات. تعال 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 ورايا. طب انت رايح فين حضرتك؟ حضرتك دي كلمه تقولها برضو؟ ايه حكمه حضرتك؟ طب معلش ياض، اللي زي ما تقولوش حضرتك، اللي زي في الحته بتاعتنا دي يتقول له يعني يا معلم، واخد بالك انت، يا حاج يا كبير. ها؟ طب هتشتري ايه؟ يا حاج يا معلم يا كبير. راح اشتري جرجير. شكلك بتقرا شعر كتير. حلوه حلوه. ولا تليمه. ايوه يا استاذ صلاح، هات هات شويه شاي لطيف سكر ظريف. خد احلى كوبايه شاي خفيف. روح بقى من وشي. وماله مسكر قوي كده ليه؟ مالك يا بركات؟ ابوك ضايقني في السوق قوي هيمه. يا عم اسمي هيام. هيام اسود ومنيل. حقك عليا والنبي يا بركات، والنبي يا اخويا ما اقصد، والنبي ما تزعل. ولا يهمك يا هيام، ازعل من ايه بس؟ يكون اكتر من اللي انا فيه. اهدى على نفسك يا بركات، اي حد بيجرى له اللي يجرى لك ده بيرجع زي العيل الصغير، بيبقى كانه لسه بيتعرف على الدنيا من اول وجديد. اهو قدري ابتدي الحياه من اول السطر. بص يا بركات، انت لازم أن تتودك في الدنيا زاد عن كده، يعني ما ينفعش تبقى طري قوي ولا تبقى غشيم قوي، والملف السعد لازم تتعلم الموضوع ده كويس قوي. يعني لو رايح مثلا السوق عايز تشتري شويه عيش، هتقول للراجل ايه؟ تقول له نبي اديني خمس ترغيفه حلوين زيك كده. ولو رايح تشتري طماطم هتقول للراجل ايه؟ هات خمس طماطميات حلوين كده زيك. اسمع يا بركات واشتري مني، هتقول للراجل ايه؟ عايز كيلو طماطم. عايز كيلو طماطم حلوين كده زيك. يلا اتكل على الله. سير يا نورماند. واد يا بركات، خد يا واد هات لي اللي في الورقه دي من الصيدليه اللي على الناصيه، وخد 5 جنيه ليك. معلش بطبخ للعيال ومش فاضيه. خد اخد يا هيام. خد يا بركات، ده رزق جاي لك من عند ربنا. اهو رزقه جاي لك، حطه في جيبك. ماشي يا لوب. ماشي في ورجان. طب تعالي معايا يا لوب. يلا اروح اجيب لها. لا بقى، انت كده بتتلكك يا حمدي. بتلكك ايه يا فوفا بس؟ يا فوفا في عريس في الدنيا بيخش من غير انتريه؟ اه صدق معاك حق فعلا، انا غلطانه يا حبيبي. ما هو عمك الوزير ولا ابوك السفير لما يجونا لازم يقعدوا ويمددوا على الانتريه. يا اخويا انت حد يعرفك ولا بيطيقك غيري اصلا؟ يا بنت يا بنت، انا بفهمك يا بنت حاجه للمستقبل، بفهمك حاجه للمستقبل. ماشي هنخش من غير انتريه، هنتنايل من غير انتريه. افرادي جه عريس لبنتنا، اقعده فين؟ اقعده في المنور ولا اجيبه الخرابه؟ صدق بالله انت هتشلني. مش يا اخويا لما اتجوز انا الاول ابقى اتجوز بنتنا اللي انا ما شفتش وش امها؟ حرام عليك يا حمدي، بتعمل فيا كده ليه؟ عندي القلب يا حمدي يا سلام.
يصحش تنادي الواحده في حته زي بتاعتنا دي كده باسمها دغري. امال انا ناديها اقول لها ايه؟ هي مش اسمها سام. ايوه ناديها باسم جوزها، باسم بقول لك ايه، ناديها باسم نهى، ابنها فاروق. قول يا فاروق. يا فاروق. ايوه كده يا فاروق. يا فاروق عايز ايه؟ ما لقيتش اولوس في الصيدليه. خلاص الله يفضحها، حط ال 20 جنيه في السابق. جبت بيهم مرم تسلخات، لباس عم رضا كبير عليا قوي. خرب بيتك الهي تتفضح انت ولباس عم رضا. خلاص يا فاروق عندنا ال 20 جنيه هديهم لك. حاضر. يا رب يا ساتر. تعالى يا اختي. بسم الله ما شاء الله، الزند محمل. الزباله فين؟ جوه. وبعدين مستربع على ايه ده؟ حتى الصربعه وحش. عشان عم رضا ما يستعوقنيش. ليه؟ رئيس الوحده المحليه. خش زنت.